يا أمي، في إيه يا أمي؟ تعالي يا حبيبتي، تعالي تعالي، وحشتيني يا نور عيوني، وحشتيني يا حبيبتي، وحشتيني كمان يا ماما، والله العظيم وحشتيني. أنت كويسة يا حبيبتي؟ طمنيني عليكي يا أمنية. باباكي ماله يا أمنية؟ شكله زعلان كده، وأول مرة يقول لي حقك عليا يا آية، وأنا آسف وغلطان في حقك. باباكي ماله يا أمنية؟ وأنت مالك يا حبيبتي؟ ماما انا زعلانه منك قوي يا ماما. هو انت ازاي كده سبتيني لبابا يا ماما؟ ما كنتش بتسالي عليا وقلتي له انا عايزه بنتي يا ماما؟ ده انا اتبهدلت يا ماما، اتبهدلت من بعد الجامد قوي يا ماما. لا يا حبيبتي انا ما سبتكيش والله. وبعدين انا رحت لباباكي كذا مره واتحيلت عليه وترجيته ان انا اشوفك، وهو ما رضاش والله. بس انا كنت متاكده ان باباكي طيب يا امنيه، وفي يوم من الايام هيخليني اشوفك يا حبيبتي. وبعدين يعني يا امنيه، خالك احمد قال لي ان انا ممكن اخدك بالقانون، بس انا ما ينفعش اعمل كده يا حبيبتي، ما ينفعش اقف قصاد باباكي في المحكمه. ما انت هتزعلي مني برضه يا امنيه لما تكبري وتقولي ليه يا ماما وقفتي قدام بابا في المحكمه، وهطلع انا اللي غلطانه، صح ولا مش صح؟ ايوه يا ماما. تعرفي يا ماما، طنط ندى يا ماما بهدلتني جامد قوي يا ماما. حبيبتي يا بنتي، خلتني اشتغل خدامه يا ماما، واروق لها البيت وانضفه يا ماما. مش حقك عليا، انا حقك عليا، انا فين باباكي؟ كان كل باباكي كان من كل اللي كان بيشوفه ده، كان فين باباكي؟ كان بيشوفك بتتبهدلي كده وسكت. ايوه يا ماما، كان بيقولي بتعلمك يا ماما. ايه ده؟ ايه اللي رجعك يا استاذ محمود؟ رجع اخد حقي يا فرنسا. ايوه، ما انا هسكت ولا ايه؟ لا انا هطلع اجيب حقي. هو بصراحه يعني يا استاذ محمود، هي قالت لي لو جه استاذ محمود ما تطلعهوش، بس انت لازم تطلع وتاخد حقك وحق بنتك امنيه. يعني ازاي تاخد كل املاكك وكمان تقص شعر امنيه؟ انا مش هسكت، لا انا هاخد حقي وحق مراتي وحق امنيه بنتي. ايوه استاذ، انا مش هسكت وانا طالعه معاك. هطلع واجيبها لك من شعرها. ايوه دي انسانه مستفزه. لا مالكيش دعوه انت باي حاجه، انا هعرف اخد حقي كويس واجيب حقي ازاي. ايوه يا استاذ محمود، انا لازم امشي من العماره. ازاي اقعد في العماره وفي واحده زي دي، واحده مفتريه قاعده في العماره؟ لا ايوه انا همشي من العماره. لا يا فرنسا، مالكيش دعوه انت بحاجه، سيبيني اطلع اخد حقي. لا يا استاذ محمود، خدني معاك. ان شاء الله تولعوا ببعض، انا مالي. ما اعرفك يا منى، هي عملت فيا ايه؟ عملت فيك ايه يا روحي؟ مش عارفه اقول لك ازاي يا ماما. احكي لي يا امنيه، بتخبي عليا؟ انا ماما حبيبتك يا حبيبتي. احكي لي يا امنيه، في ايه يا امنيه؟ قصت لي شعري يا ماما. ازاي تعمل فيكي كده اصلا؟ هي ازاي تعمل فيكي كده؟ وعملت فيكي كده ليه اصلا؟ هي ليها حق اصلا يا امي تعمل فيكي كده؟ ايه دي؟ عشان ما تنسينيش الابطال في دماغي. يا حبيبتي يا بنتي، يا حبيبتي قلبي يا بنتي، المفتري يا بنتي، المفتري عليه ربنا يا بنتي، واكيد ربنا هياخد لك حقك منها والله، وحقك ربنا مش هيسيبه ابدا يا امي. فعلا انا مش عارفه. معلش يا امي. يا روحي ما تزعليش، مش هتيجي تفهم اي حاجه. ان شاء الله بكره شعرك يكبر ويطول ويبقى احسن من الاول كمان. ماما تعرفي يا ماما، مش كده هو بس. تعرفي يا ماما ان انا اتفاجئت يا ماما ان غدر ما طلعتش اختي. يعني ايه مش اختك يا امنيه؟ ايوه يا ماما. تعرفي اصل طنط ندى يعني يا ماما كانت متجوزه يا ماما قبل بابا واتطلقت، وانا عرفت ان غزه دي مش بنت بابا، بنت طليقه. بس باباكي كان بيعاملها زي بنته بالظبط. وكمان مش كده يا ماما، تعرفي هو احنا جينا ليه اصلا يا ماما؟ وليه بابا جابني عندك؟ ليه يا امنيه؟ ما انا استغربت برضه، بس قلت اكيد يعني محمود طيب وقلبه حس، يعني عشان انا جيت له كذا مره وترجيته. لا يا ماما. ايه اللي حصل يا امنيه يعني؟ بابا كتب لطنط ندى كل املاكه، الارض وكمان البيت، وكتب لها كل حاجه، ملكه والشركه وكل حاجه. عشان كده محمود جاي مكسور؟ عشان كده باباكي جابك يا امنيه؟ ايوه يا ماما، وهي خانته يا ماما. وكمان يا ماما في عمه جابته وغزه بتقول له يا بابا. تكون باباكي؟ ايوه. ربنا معاك يا محمود، ربنا معاك يا محمود يا رب، ربنا معاك يا رب في اللي انت فيه، ربنا يصبرك. هو دلوقتي رايح لها، بس انا قلت له يا بابا ما تعملش مشاكل، وانا خايفه على بابا قوي يا ماما، خايفه عليه. لا يا حبيبتي ما تقلقش. الباب خبيت. شوفي مين يا سلمى، معلش. باباكي عاقل يا حبيبتي، عمره ما هيضر نفسه ابدا. المفروض يفهم ان هي ما تستاهلوش يا امنيه، المفروض يفهم كده وما يضرش نفسه. ايوه. بس يا روحي، بس يا حبيبتي، انت عارفه يا امنيه؟
انا ما كانش في ايدي غير حاجه واحده بس اعملها، ان انا كنت بصلي ربنا وبدعي له بقول له يا رب رجع لي بنتي. انت عارفه ان انا ما اقدرش اعيش من غيرها، ما اقدرش اعيش من غيرك يا حبيبتي والله. انا لا عارفه اكل ولا اشرب ولا انام، انا طول الوقت بدعي ان ربنا يرجعك ليا، طول الوقت واقفه في البلكونه وواثقه ان انت هتيجي يا حبيبتي. وانا كمان برضو كنت عامله ده يا ربنا. يا روحي يا روحي. بس انت تعرفي ايه العز حلوة قوي والفلوس احلى وطعمها جميل قوي يا محمد. اه طبعا. ده اقول لك حاجة، انا عشت مع جوزي الاولاني كانت عيشة كلها سودة. ايه الايام السودة اللي كنت بعيشها دي؟ ده كفاية بس رميته ليا في الشارع. حضر مين؟ عمو محمود. يا ماما يا ماما الحي يا ماما، عمو اللي اسمه عمو محمود بره يا ماما. عمو محمود مين؟ انا بابا يا غزل. انت بابا؟ ايوه انا بابا. لا انت مش بابا، وكمان بابا قاعد جوه، وكمان تعرف ده احلى منك، ده شعره طويل مش زيك اصلا، شعرك مش باين، وكمان دمه خفيف وبيرقص معايا، لكن انت دمك تقيل. انا دمي تقيل؟ ايوه. وماما جوه، وبابا بقى اللي شعره جميل ودمه خفيف جوه. استنى محمود جه. بقولك ايه؟ ايه؟ سيبهولي. لا سيبهولك ايه؟ اسمعي الكلام، هكسرلك وشه. لا بقولك ايه، خليك قاعد، انا اللي طلعوله، وكمان هخليه يطلقني وارميله هدومه في وشه. خلاص انا معاكي، هقول حاضر ونعم. جدع يا محمد. الفلوس برضو بتقوي القلب. محمود يستاهل، يستاهل اللي حصله دوت واللي هي ضحكت عليه، علشان محمود ما نفعش معاه الطيبه، فربنا وعده بقعد تضحك عليه. لا يا احمد، لا يا احمد، انا فرحان فيه والله. لا يا احمد ما تقولش كده على محمود، بدل ما تقول ربنا معاه وربنا يفك دقته ان شاء الله يا رب على خير يا رب، بدل ما تقف جنبه وتساعده وتكلمه وتشوفه محتاج حاجه او محتاج منك اي حاجه، تقول كده عليه برضو ينفع كده يا احمد؟ ايه هاي؟ ايه يا مالك؟ ايه يا احمد؟ ده بعد 8 سنين بهدله لسه بتدافع عنه؟ ازاي؟ ابو بنتي يا احمد، وما ينفعش يكون في بيني وبينه اي حاجه وحشه، ومهما كان هقف جنبه واساعده، لو محتاج مني اي مساعده هقف جنبه، وهفضل ادعي له يا رب معاك يا محمود يا رب، ربنا يكون في عونك في اللي انت فيه يا رب يا رب. ايه انت طيبه يا ايه، والطيبه دي صدقني مش هتنفعك في حياتك. ايه والله العظيم انا اول مره اعرف ان انت اخت طيبه الايام ديت. بس ايه والله محمود، بقول لك ايه، اطيب حد في الدنيا. بس ايه محمود لو جه هنا صدقيني انا هكروشه. ايوه محمود مش هيجي هنا تاني خلاص. لا 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 يا خلو قدامي عشان خاطري، انا بحب بابا قوي، بابا طيب والله العظيم، والنبي ما تعمل فيه كده، كفايه اللي هو فيه والنبي. انا قلت لكم مش داخل البيت هنا وهكروشه وخلاص، واعتبر من هنا ورايح انتوا متطلقين خلاص. اقعدي بقى يا رب بنتك تمام، مش عايز تي بقى لو سمحتي. ولما يجي هنا سيبيني انا اتكلم معاه، انت ما تتكلميش معاه خالص. اللي انت عايزه يا اخويا حاضر، سيبيني بقى اخد لك حقك. خلاص يا حد معلش خلاص. والنبي يا خالو بابا، لا والنبي انا بحب بابا، بابا طيب والله يا خالو. يا ماما خفيش يا امنيه، ماما بيقول ايه يا ماما؟ حبيبتي اسمعيني، انا مش عايزه ازعل بابا. لا خالك طيب قوي يا امنيه، ومش هيعمل حاجه، مش هيعمل حاجه يا امنيه. والله باباكي لما خالك راح له استقل بيه قوي يا امنيه، وكلمه من على الباب، وكمان خالك زعلان عشان باباكي استقل بيا انا كده وسابني مرميه كده، وكنت بروح اتبلل له وابوس ايديه علشان يخليني اشوفك وهو ما كانش بيرضى. يا حبيبتي خالك زعلان عليا برضو يا امنيه، ما انا اخته برضو اللي انا ماليش غيره يا حبيبتي. بس هو دلوقتي عرف غلطه يا ماما. معلش يا حبيبتي والله خالك طيب، مش هيعمل اي حاجه خالص. انا عايزك دلوقتي بس تفوقي، وعايزك تكلم معايا كده، وعايزك تصفي يا حبيبتي وتروقي كده، وان شاء الله ربنا هيطلع باباكي من اللي هو فيه باذن الله، وباباكي مش هيتصرف اي تصرف غلط يا رب. انا خايفه عليك. ما تخافيش يا حبيبتي، بس انا عايزه اقول لك على حاجه يا امنيه. تطلعتي بتحبي باباكي قوي هو يا امنيه؟ يا ماما ايوه، يعني انا زعلت منه بس انا بحبه يا ماما، انا عمري ما اكره ابويا يعني. بس لهفتك عليه وانت بتكلميه واحنا تحت، ويا بابا تعالى اطلع وخلي بالك على نفسك، انا فرحت بكي قوي قوي يا امنيه. شفتي يا حبيبتي اخيرا عرفتي قيمه باباكي، وعرفتي ان احنا ملناش غيره في الدنيا يا امنيه، ومهما عملتي ملكيش غير باباكي يا حبيبتي. ايوه يا ماما. بس يا حبيبتي خلاص، اهدي يا روحي، اهدي يا حبيبتي. متزعليش يا امنيه، كل حاجه هتتحل ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب يا رب معاك يا محمود، يا رب ربنا معاك يا محمود يا رب. يا ماما. زوزو حبيبتي ادخلي العبي مع بابا محمد الجديد جوه يا قلبي. ايوه
اللي دمه خفيف مش اللي دمه تقيل زي بنته. يلا يا حبيبتي. خير يا محمود؟ نعم. انا عاوز اعرف انا عملت لك ايه؟ انا عملت لك ايه يا ندى؟ دمك تقيل على قلبي. تقيل دمك. انا دمي تقيل؟ ايوه. بعد طبعا ما كتبت لك كل املاكي دمي ظهره فجاه بقى تقيل. تصدق يا اخي اوف. بقول لك ايه يا محمود، انت تروح دلوقتي تطلقني بالذوق احسن لك بدل ما بهدلك معايا. وعايز اقول لك على حاجه كمان، عايزاك ما تروحش تاني المحلات بتاعتك خالص. يعني ايه ما اروحش المحلات؟ يعني لا، انا عاوز حقي، انا عاوز حقي. روح وانا اعطيهم خبر هناك، لو شافوك يضربوك علقه تمام، ما تعرفش تمشي تاني بعديها يا محمود. انا ندى ومالكش حاجه عندي، وتطلقني بالذوق احسن لك. ويلا من هنا. ثواني يا ندى، انا بحبك قوي، انا كنت شايلك على دماغي، انا كنت مفضلك عن مراتي وبنتي. يا سلام. انت كنت رقم واحد في حياتي. امشي يا عم ابن ندى. ندى انا بحبك. طلقني بالذوق احسن لك. انا كنت يلا. بحبك يا ندى. انت ما عندكش دم ودمك تقيل، بتحبني ايه بعد اللي عملته فيك ده؟ ده ايه البرود ده؟